السلام عليكم طلاب، رجعنا وياكم بالمحاضرة الثانية من مادة المايكرو بروسيسور اركيتكتشر. عنوان المحاضرة اللي هو 8085 ميموري اورجنايزيشن. بالمحاضرة السابقة تعرفنا على الديجيتال كمبيوتر، تعرفنا على كومبوننت مالتي كمبيوتر، هاردوير كمبيوتر، سوفت وير. تعرفنا اخذنا على جنرال انترفيو على ال 8085، أقسامه هو شنو، من كم بين، شرحنا على البنات مالته، شرحنا على الريجسترات مالته، شرحنا على بعض التفاصيل اللي بيه. اليوم راح نجي ناخذ الميموري اورجنايزيشن. طبعا قبل ما نبدي ندخل بالميموري اورجنايزيشن، احتاج لازم اتذكر البفر، احتاج اتذكر البوبل، احتاج اتذكر البفر، اللاتش. فاحنا بقى مثل ما تعرفون هسه تتعودتوا، هاي المحاضره مالتكم هيك تكون، وهذا بي دي اف توضيحي يعني للمحاضره، تمام. هسه نريد نحكي بموضوع الميموري. شلون يعني ادخل للميموري؟ عندي هاي مين ميموري او الميموري يونت، بغض النظر نوع الميموري شنو، ما لي علاقه. انا هسه رام، روم، للهارد، للاي شيء، وهذا ال 8085 مالتي او المايكرو بروسيسور. احنا على مود ندخل، احنا انا عندي اكثر من يعني شلون، عندي اكثر من ميموري تشيب، عندي اكثر من ميموري تشيب، تمام. وبكل ميموري تشيب اكو اكثر من لوكيشن، اكثر من موقع، وبكل موقع اكو بيانات، تمام. انا هسه افرض مثلا عندي رام، عندي روم، عندي مدري شنو. انا هسه خلنا نفرض رام، روم، مدري شنو، وبداخل كل واحدة من هذني اكو اقسام. خلينا نفرض هاي هيج، وهاي خلنا نفرض هاي هيج. هذا جزء وهذا جزء، أنا يطلع عنوان منه. العنوان يوديني أو مثلا خلنا نفرض على هذا الجزء أو على هذا الجزء. هسا أنا وصلت لهنا، خلنا نفرض، خلي نحكي هنا مثلا، بس هنا زين. أنا من وصلت لهنا، شلون تذكرون من قلنا هاي الكلية، أنا وصلت للكلية، زين وين أرد أروح؟ بناية الأقسام، من هنا لهنا. إذن أنا الوصول للكلية هو شنو؟ هو عنوان، والوصول إلى بناية الأقسام هو عنوان، وبعدين الشغلات اللي آخذها من بناية الأقسام، لا هاي بيانات. أنا هسه نفس الشيء، وصل العنوان مالتي وصلني للميموري تشيب، هاي لو هاي، أنا أكو أكثر من وحدة، أكو هنا بعد، وأكو لي جوا، 64 كيلو. ياهو من هذني، خلينا نقول هذا الشيب كم موقع، خلينا نفرض 1 2 3 4 5، ياهو من ذن عنوان يطلع لي هذني الخمسة. فاذا العنوان مالتي اول شيء اختار الرايت ميموري تشيب، يا ميموري تشيب اللي اريدها، هاي جزء من الادرس، الادرس مالتي مو 16، جزء من عنده يوديني على الميموري، الميموري تشيب. الجزء الثاني يوديني على يا لوكيشن، البيانات اللي بي مثلا هذا اللوكيشن اخذ ادخل لها وارجعها عن طريق الداتا باس. لذلك انا ايش يقول؟ يقول انه شلون اكسس انفورميشن ان ميموري، شلون ادخل على البيانات اللي موجوده بالذاكره. أول شيء أختار الرايت ميموري تشيب، هاي عن طريق شنو؟ الجزء من الأدرس باس، وبعدين أختار يا ميموري لوكيشن بهاي الميموري تشيب، هذا راح الجزء الباقي من الأدرس باس، وبعدين أكسس ذا داتا، راح أدخل البيانات باستخدام الداتا باس. زين، قبل لا أدخل بموضوع الميموري وهاي الأمور وشلون نصمم ميموري والميموري أورجنايزيشن مالتي أصلاً كلها،
لازم اجي اعرف ابسط واحدة من الميموري من شنو متكونة. قبل لا ندخل لازم ندخل بموضوع اسمه تري ستيت بافر. تري ستيت بافر انا العام شارح لكم البفر، بس ما شرحنا التري ستيت بافر، فهسه المحاضرات راح نعرف. زين، عندي هاي البوابة اللي هي هيك تصير، يعني مثلث وبنهايته هاي البابل الدائرة النفي، هاي يصيحوا لها نوت او انفيرتر، هاي مبدأ عملها فد شي كلش سهل، يدخل واحد يطلع صفر، يدخل صفر يطلع واحد، حلو خلصنا منها. هاي شي يصيحوا لها، يصيحوا لها الانفيرتر جيت او النوت جيت. تذكرون صدق بالمناسبة العام مثلا من كنا نقول هاي، انا هاي انا شارح لكم اياها بس للتذكرة، مثلا هاي بوابة ان وهاي بوابة شنو ناند. الناند منين جاية؟ جاية من ان يا من ويا هاي البوابة، ان جمعاني يصير ان هاي البوابة، صح؟ تمام، هسه عرفنا هاي. نرجع على موضوعنا اللي هو هذا الانفيرتر. جاء واحد قال يابا هسه اذا هاي النوت الغيها البوابه ما تشرح تصير، راح تصير هيك. زين، هاي يجي واحد يطلع واحد، يجي صفر يطلع صفر، تمام؟ هذا الحكي اللي دا اقوله ما موجود بالمحاضره، شنو موجود هنا بهذا البي دي اف. انا ايش دي يقول؟ يقول يابا هاي انفيرتر اللي هي عباره عن مثلث ومتبوع بهاي هاي دائره، يقول اذا لغينا هاي البابل عندي بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت. زين خلصنا منها. هسه السؤال اللي يجينا، شنو الفائدة من هاي البوابة؟ يعني بيها فائدة هاي البوابة؟ وهو دا يجيني واحد دا يطلع واحد، دا يجيني صفر دا يطلع صفر، وين الفائدة؟ لا، هاي الفائدة طبعا بالنظري ماكو فائدة، بالنظري اي فائدة ما بيها، لان هي اصلا ما تبين عندك بالنظري، هاي تبين فقط بالعملي، بس بالعملي بدون هاي البوابة ما راح نقدر نشتغل. هي اصلا الحاسبه كلها يعني هوايه زاب الحاسبه ما تشتغل بدون هاي البوابه. شلون؟ خلي نفرض باع وياي على هذا المثال، عندي هنا اربع اجهزه، خلي نفرض يعني هيك اربع تلفزيونات نفس النوعيه، اربع يعني للسهوله، المهم اربع اجهزه. هاي الاربع اجهزه، هذا مصدر كهرباء وجدت اربع وايرات، خلي نفرض هيك، خلي نفرض لا على الثانيين، هذا 10 امبير، اقسمها على ذني الأربعة، كل واحد راح ياخذ 2.5، زين. هذا الجهاز الواحد على مود يشتغل يحتاج 10 أمبير. بيجي حاله شلون؟ يعني أنا هسه عندي هاي أربع أجهزة، هذا على مود يشتغل يحتاج 10 أمبير، وهذا مصدر 10 امبير. هو انا عندي مصدر واحد، شلون هسه شغل هذا شغل هذا شغل هذا؟ زين اذا امد هيجي اربع وايرات مثل ما شفنا راح يتقل، ليش حال ايش راح يسوي؟ لازم اقوي الاشاره مالتي. شلون راح يجيبون هاي الانفيرتر؟ هذا الانفيرتر شو يقول؟ يقول انا مثلا السلك دا يمشي مسافه طويله، احنا بالمناسبه هاي الواحد والصفر ترى هي هاي عبارة عن إشارة كهربائية،
يعني كلنا نعرفها انه هي هاي عباره عن الكتريكال فولتج، جتني هالقد فولتيه معناتها واحد، جتني هالقد فولتيه معناتها صفر. هاي اذا الفولتيه ده تمشي بتيار، يعني هذا التيار ده يمشي بسلك معين ارتبط بجهاز، بعدين ارتبط بغير جهاز، بعدين هاي مو اكو مقاومه بالسلك، مو التيار ده يقل، مو طاقته ده تقل، بيجي حاله انا شو استخدم؟ راح اجيب هذا البفر خليه هنا يقوي الاشاره. تشوف اخلي هنا راح اقوي، راح يرجع التيار عندي 10 امبير راح يشغل هذا. زين ناخذ نشوف ايش كاتب. ايش يقول؟ يقول جوز تعتقد انه هذا البفر ما بيه فائده، بالنهايه الاوتبوت هو نفس الانبوت، فليش دا استخدم هيك بوابه؟ يقول طبعا الجواب هذا بالعمل يبين، بالنظر قلنا ما يبين. ليش؟ لان انت بالنظر يصمم ورقه وقلم، ما راح تبين عندك تاثير البيئه وتاثير الرطوبه وتاثير السلك ومقاومه السلك، هاي ما تبين بالنظري، بس بالعمل تبين. ايش دا يقول؟ يقول مثل ما تعرف اللوجيك جيت الاصفاره والواحدات هي عباره عن الكتريكال كيرنت ارت سيرتن فولتج، يعني اللي عباره عن شنو؟ تيار كهربائي عند فولتيه معينه. اذا التيار كان ما يكفي، يعني بقى عندي هاي الاربع اجهزه واجى التيار افتر عليهن اربعتين، ما راح يشتغلن، بس من اربط انفيرتر راح الطاقه الكهربائيه هي قلت، هذا الانفيرتر راح يرفعها يرجعها الى قيمتها، هذني الاربعه راح يشتغل هذا البفر بكل سهوله، وهاي الفائده من زين. البفر مثل ما قلنا عندي بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت، عندي واحد يطلع لي واحد، عندي صفر يطلع لي صفر، خلصنا منه. اكو موضوع اسمه تري ستيت بفر. تري ستيت بفر هو نفس البفر بس بي 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 هنا نافت شي، هذا ان هذا اوت، هنا سي او اي، سي يعني كنترول او انيبل. زين هذا شنو هذا التري ستيت بفر؟ التري ستيت بفر يقول it is a valve، يعني هو صمام، هو صمام. شلون يعني؟ هذا التري ستيت بفر موجود بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت، موجود واحد يطلع صفر، موجود صفر العفو موجود واحد، موجود واحد يطلع واحد، موجود صفر يطلع صفر. بس شنو الفرق عن البفر؟ بي صمام، بي فافل، بي كنترول. اذا الكنترول مو اكتف هذا ما يشتغل. يعني اذا التري ستيت بفر هو عباره عن بفر لكن بي كنترول سيجنال، اذا الكنترول سيجنال مالتي مو اكتف البفر ما يشتغل. زين عندي نوعين من التري ستيت بفر، واحد يصحوا له اكتف هاي، واحد يصحوا له اكتف لو. هذا هيج، هاي كنترول، هاي انبوت، هاي اوتبوت. زين وعندي تري ستيت بفر ثاني هيج نوعه نفس ذاك، بس هنا اكو بابل هنا، يعني هذا كنترول هذا انبوت هذا اوتبوت. هذا التري ستيت بفر يشتغل بس بالواحد، وهذا التري ستيت بفر يشتغل بالصفر. يعني جاء يعني هنا هذا الكنترول اعطيته واحد اشتغل، يجي هنا واحد يطلع واحد، يجي صفر يطلع صفر. زين اذا هذا الكنترول اعطيته صفر وهنا اوتبوت بعد ما عندي راح يطلع لي زيت، يعني هاي امبيدنس. زين هنا بالعكس لا يشتغل بالصفر، اعطي صفر موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، اعطي واحد ما راح يشتغل راح يطلع لي هاي امبيدنس زد. تمام؟ فلذلك التري ستيت بفر هو صمام، يعني شوفوا البفر ما اقدر يعني بالبفر موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت ما اقدر اوقفه،
يعني افرض اني محتاج اوقفه، ما اريد استلم بعد، ما راح اقدر. التري ستيت بفر راح اقدر، ليش؟ لان اكو كنترول، اكو هذا كنترول، هذا الكنترول اذا مو اكتف ما راح يشتغل. من يكون اكتف ايش موجود بالانبوت؟ يطلع بالاوتبوت. تمام، زين. بس ده يقول هنا، يقول التري ستيت بفر هو جهاز مفيد يسمح لنا يسيطر على انسياب التيار. يعني بقى انا اذا مثلا عندي واير وبس ده يعبر تيار، انا ما اريد يعبر، انا احتاجه باوقات واوقات ما احتاجه. شلون خلينا نفهمها؟ مثل الحنفيه مال المي، البوري 24 ساعه يطلع مي. زين، غسلت، عملت، سويت الامور مالتي، زين، شلون المي يظل يجري؟ غير اكو فد صمام اضبه على مود هاهيه، ومن احتاج اجي افتح الصمام، نفس الفكره بالضبط، نفس الفكره. هو بافل يعني صمام، جابوها هي هاي من فكره، من فكره الانسياب التيار او انسياب المياه او الى اخره. فانا هو هذا الفكره مال التري ستيت بفر. زين، التري ستيت بفر ايش يقول؟ يقول يا ابي اما يشتغل بالصفر او يشتغل بالواحد حسب الكنترول. مثلا اذا يشتغل ابو الواحد مو يشتغل بالمنطقه واحد موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، واذا هو يشتغل بالصفر انطي صفر ايش موجود بالانبوت يطلع اوتبوت، واذا انطيته عكس الكنترول راح يطلع لي زد. يعني 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 هاي امبيدنس. شوف، وين ذا كنترول انبوت از نوت اكتف، يعني الكنترول انبوت مالتي اذا مو اكتف الاوتبوت زد. زد يعني شنو؟ يعني الفافل مالتي كلوز، يعني الصمام مالتي مسدود. يعني شنو؟ يعني ما عندي الكتريكال كرنت فلو ثرو، يعني ما عندي تيار يعبر، ما عندي تيار يعبر. يعني بالانبوت اكو صفر، اكو واحد، اكو ماكو تيار يعبر. من ماكو تيار يعبر؟ يعني ماكو 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 هذا القيمه مال هاي الصفر او الواحد. تمام، انا هنا انا شنو راح نستفاد؟ باعوا عندي 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 فد شيء يصيحوا له مالتيبل تري ستيت بفر، باعوا اكو تري ستيت بفر هيك يصير. مثلا تكون من اربع لاينات والاوتبوت مالته هم اربعه بس كلهن بكنترول واحد. مثلا خلينا نقول هناك واحد صفر واحد صفر مش موجود بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت فقط اذا كان هذا الكنترول اكتف. هذا الكنترول اكتف شكو بالانبوت يطلع بالاوتبوت، هذا الكنترول صار مو اكتف هنا. اكو مثلا ابو الثمانية، اكو مثلا ابو الاثنين وثلاثين. شنو هذا ابو الاثنين وثلاثين؟ يعني 32 انبوت واثنين وثلاثين اوتبوت بس كلين بكنترول وحدة، كلين بكنترول وحدة. ما شلون هسه هذا؟ يقول لك in this case عندي 32 واير ان و32 واير اوت بس الكنترول واحد، وهذا اكتف ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوت، ايش موجود مو اكتف ماكو. زين، ليش دا استخدم التري ستيت بفر؟ شنو الفائده؟ شنو الفائده منه؟ ليش يعني؟ اوكي هسه انه مثلا انسياب التيار، بس شنو الفائده؟ باعوا خلي نفرض عندي هاي بصز، هذا خط للنقل، هذا خط للنقل ب 32 لاين. الو، عندي هنا جهاز، وينه هذا؟ دقيقة خلنا نفتح هذا. عندي هذا جهاز أول، هذا الجهاز ثاني، هذا الجهاز ثالث. هذا الانبوت مالته 32 والاوتبوت مالته 32، وهذا ني كذلك نفس الشيء، انبوت 32 اوتبوت 32، انبوت 32 اوتبوت 32. تمام، زين. هذا اجيت ربطته على هذا خط النقل، هذا اجيت ربطته على هذا خط النقل، هذا اجيت ربطته على هذا خط النقل. لأن هذا هو أنا عندي بس 32، وهذا دا يطلع 32، وهذا دا يطلع 32، وهذا دا يطلع 32. خلينا نقول هذا على طول يطلع بيانات، هذا على طول يطلع بيانات، وهذا على طول يطلع بيانات.
زين يا هي من ذني البيانات راح يكونن على هذا الخط، هو الخط ما يكفي. شلون انت سياره تشيل 4 نفرات واحنا واقفين 20 واحد، هي ما تكفي. انا لازم شو اسوي؟ اصعد 4 بعدين اصعد غير 4 بعدين اصعد غير 4 وهكذا. منو اللي راح يتحكم؟ لهذا السبب اخترعوا التري ستيت بفر، قالوا لا هاي ما تفيد، راح نسوي هيك، هنا نجيب تري ستيت بفر وهنا نجيب تري ستيت بفر وهنا راح نجيب تري ستيت بفر. اجت البيانات منا وصلت لهنا وقفت، وهنا البيانات وصلت لهنا وقفت، وهنا البيانات وصلت لهنا وقفت. الا انطي اكتف الهذا او هذا او هذا، يلا تعبر بيانات على هذا الخط. فانت شوف يا جهاز من دنيا لك 3 اجهزه تريده يشتغل، ثاني افتح لي هذا عبرت البيانات، ملت من الثاني سد لهذا افتح لي هذا عبرت، وهكذا. فهاي الفائده مال التري ستيت بفر، تمام؟ هذا هو من نقول واي تري ستيت بفر، هو هذا الشيء. يقول لك مثل عندك هذا الجهاز، جهاز ثاني، جهاز ثالث، عندك مصص بس هذا. انت ايش يقول لك؟ يقول لك هاي طريقه شائعه اذا دا استخدم خطوط نقل هي اجهزه مشتركه. يقول لك سينز ماني ديفايس اولويز برودوس اوتج، يعني يقول لك اكو هواي اجهزه انه 24 ساعه هي تطلع اوتبوت. تطلع اوتبوت. يعني انا شو راح اسيطر؟ اسيطر عن طريق التري ستيت بفر. تمام؟ يعني باعوا مثل هذا المثال. عندي A B C D داخل لي من عندهن راح يطلع. زين؟ اربط هذني التري ستيت بفر وين؟ على هذا الملتيبلكسر 2 في 4. اذا هنا 0 0 راح يشتغل هذا الخط. هذا الخط راح يشغل لي هذا. اذا هذا الجهاز راح يشتغل. اذا انطيت 0 1 راح يشتغل الثاني، إذا أنطيت 1-0 راح يشتغل الثالث، إذا أنطيت 1-1 راح يشتغل الرابع. ما من الممكن إنه 2 أو أكثر يشتغلان بنفس الوقت، مستحيل. إيه هاي الفكرة منه. أيضا وين يفيدنا؟ يفيدنا بانسياب البيانات من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو بالاتجاهين. هناش دي يقول، دي يقول عندك هذا ديفايس A وهذا ديفايس B. هنا عندي انبوت، هاي هذا الانبوت وهذا الانبوت، اعتبره مثلا اكس واي. بدي يقول مثلا اذا اعطي 0 0 0 ويا الصفر الاوتبوت مالتي راح يطلع شنو؟ الصفر. الصفر وصل لهنا، هذا ما راح يشتغل. زين خلصنا منه. هذا الصفر نفسه وين دي يجي؟ دي يجي لهنا، دخل بانفرتر طلع 1. وهذا الصفر وين اجى؟ اجى لهنا، صفر ويا واحد راح يطلع صفر. هذا الصفر وصل لهنا، هذا شنو يشتغل؟ هذا اصلا يشتغل بالصفر، فهذا راح يشتغل. اذا انسياب البيانات منين راح يصير؟ من بي الى اي، من بي الى اي. زين اذا عكستها، انطيت 1-0 او اذا انطيت 0-1 او اذا انطيت 1-1، تمام؟ هاي الحالات الأربعة سووها، هذا هومورك لكم على ما تعرفون اتجاه البيانات من B إلى A أو من A إلى B، أو ماكو اتجاه اثنين انطافيات جوز، أو بالاتجاهين اثنين يشتغلن، هذا يشتغلن هذا يشتغلن، سوونا كل الحالات ودزونا اياها. تمام؟ هسه راح ندخل بموضوع الفليب فلوب واللاتش. طبعا هذا احنا العام اخذناه، شرحت لكم اياه، راح بس اراجعه. طبعا هذا الحكي كله ما موجود بالمحاضرة، ليش؟ لأن هاي مراجعة، يعني الفليب فلوب واللاتش والبفر والتري ستيت بفر وهاي الأمور، يعني أنتم المفروض مطلعين عليها هسه بس للراجعة. بس هي المشكلة ما أقدر أدخل بالميموري أورجنايزيشن إذا ما عندك هاي المقدمة، إذا ما عندك هاي المقدمة راح تتيه، ما راح تعرف اللي دي يصير، لازم نعطي هاي المقدمة. زين الفليب فلوب واللاتش شنو هو؟ شنو هو؟ عبارة عن دائرة، هي بالإلكترونيك هي عبارة عن دائرة لها حالتين ثابتات، وأيضا أقدر أستخدمها على مود أخزن معلومات الحالة مالتي. تمام؟ الفليب فلوب واللاتش تعتبر
البناء الأساسي لأنظمة الإلكترون يعني الإلكترونات الرقمية المستخدمة وين؟ بأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والعديد من الأنظمة الأخرى. أنت تتذكرون الفليب فلوب، تتذكرون اللاتش، لو ما تتذكروهن لو شنو؟ بعد ذا تتذكرون الفليب فلوب اللي هو هذا بي انبوت، مثلا دي فليب فلوب بي انبوت. وبي اوتبوت وبي انيبل. واللاتش بي انبوت بي اوتبوت وبي كلوك. زين. بقى البفر، قلنا البفر مش موجود بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت، موجود واحد يطلع لي واحد، موجود صفر يطلع لي صفر. بس هذا على طول تري ستيت بفر نفسه، مش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، بس شنو؟ الا اذا هذا اكتب. هذا اذا قطعته هنا بعد كل شيء يقوم ما يطلع، وهذا اذا قفلته هنا هم يقوم كل شيء ما يطلع. الفليب فلوب هذا واحد يطلع لي واحد، هذا صفر يطلع لي صفر، بشرط انه الانيبل اكتف. هذا اكتف اوكي. زين افرض هذا صار مو اكتف، الفليب فلوب راح يظل يطلع لي اخر قيمه كان دا يطلعها. هنا كل شيء بعد ما راح يطلع لي يصير زيت، هاي امبيدنس هنا أنا راح يصير زيت، بس هنا راح يظل يطلع لي اخر قيمه. اللاتش نفس الشيء بس يشتغل اما بصعود الكلوك او بنزول الكلوك، ايش موجود بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت، موجود واحد يطلع لي واحد، موجود صفر يطلع لي صفر. زين اذا هذا الكلوك راح يعني بهاي الفتره اللي هي الفتره العدله لا بالصعود ولا بالنزول يظل محتفظ باخر قيمه. انا من دا اقول يظل محتفظ يعني هذا بداخله اقدر اخزن بت واحد تكون قيمته اما صفر او واحد. تمام، هاي كلها المعلومات العام تعرفوها بس للمراجعه، يعني المراجعه بسرعه. ايش دا يقول؟ دا يقول وات از ذا ديفرنس بتوين بفر لاتش اند فليب فلوب. دا يقول البفر هو عباره عن جهاز الاوتبوت نفس الانبوت، وايضا استخدمه على مود اقوي الاشاره. اللاتش طبعا بالمناسبه يعني بس سوري، الفليب فلوب هو اللي يشتغل بالكلوك، واللاتش هو اللي يشتغل بالانيبل، يعني فقط يعني عذرا بس للتصحيح يعني. تمام، هنا ايش ده يقول؟ اللاتش هو شنو؟ الاوتبوت صحيح يطلع لي نفس الانبوت بس ايش وقت فقط من الانيبل تكون اكتف. زين قول بالله الانيبل صارت اكتف، اذا الانيبل مو اكتف يقول لك الاوتبوت يظل يطلع لك ويظل محتفظ باخر قيمه كان عليها. الفليب فلوب نفس الشيء بس ويا من يشتغل بالكلوك. تمام، زين هسه خلي نجي على دي لاتش. طبعا احنا الان ما اخذيه بس يعني دريد نفهم هذا الدي لاتش شنو استفاد منه بالميموري اورجنايزيشن. طبعا احنا هسه يلا راح نبلش بالمايكرو بروسيسر. هاي يعني قبل شويه كنا نحكي عباره عن لوجيك، زين او يعني ديجيتال لوجيك. دي يقول بيسك ميموري اليمنت هو مشابه للدي لاتش، السيميلر تو دي لاتش. يعني دي يقول الدي لاتش اللي هي هيك متكون من انبوت اوتبوت انيبل، هذا انبوت هذا اوتبوت، هذا يخزن لي بت واحد اما واحد او صفر. اذا هنا واحد يطلع لي واحد، اذا هنا صفر يطلع لي صفر، بشرط هذا الانيبل اكتف. اذا هذا الانيبل صار اكتف ووراه اللغة يظل يطلع لي اخر قيمة كان بيها. فاذا الدي لاتش هو البيسك ميموري اليمنت، هو
هو يعني حجر الأساس لأصغر ميموري. زين، يقول لك هنا this latch has an input where the data comes. هاي من تدخل البيانات، وهذا enable، وهذا من ال output. زين، هسه هاي فهمناها. ده يقول خليني نجي نرسمها هنا ونشرح عليها. هذا input، هذا enable، هذا output. ايش ده يقول؟ ده يقول هذا مو سيف، يعني not safe، يعني مو امين، وهذا بخطوره. ليش بخطوره؟ يقول لان البيانات راح تظل على طول موجوده، يعني على طول هنا عندي بيانات بالانبوت، على طول هنا عندي بيانات بالاوتبوت، على طول. لان انا مثلا افرض ما اريد بيانات، هو ايش يقول؟ يعني هسه هنا اذا 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 تجي بالمحاضره ايش تقراها؟ طبعا هاي منا بلش هذا الحكي، هسه منا موجود بالمحاضره يعني، تمام؟ دي يقول however this is not safe، يعني كل الاحوال هذا مو صحيح، مو سيف. ليش؟ لان البيانات راح تكون على طول موجوده وين؟ بالانبوت، على طول موجوده بالاوتبوت. زين، انا شلون احل هاي المشكله؟ هنا راح يجي على موضوع اللي احنا شرحناه قبل شويه، اللي هو التراي ستيت بفر. شلون راح يجي يربط هنا تراي ستيت بفر، وراح يجي يربط هنا تراي ستيت بفر؟ تريد البيانات تشتغل، طبعا هو عاده يربطوها بالبابل. هسه اقول لكم ليش. هذا اخليه اكتف، هذا شلون يصير اكتف؟ اعطي هنا صفر، البيانات راح تيجي من الانبوت تطلع بالاوتبوت. زين، هسه طلعت هنا البيانات بس بعدني ما محصلها. ليش؟ الا هذا يصير اكتف. هذا شلون اسوي اكتف؟ اعطي صفر، حصلت البيانات. افرض بعد ما اريد البيانات، ها هي كملت شغل، هذا اطفي. شلون اطفي؟ اعطي واحد، وها هي هنا. افرض بعد ما اريد بالانبوت بيانات، شلون اطفي هذا؟ شلون اطفي هذا؟ اعطي واحد. زين، يعني الادخال تذكرون ذيك المحاضره قلنا الادخال هو عمليه شنو؟ هو عمليه كتابه بيانات. كتابه الرايت هي ادخال. هنا انا ايش راح اربط عليه؟ هذا راح اربط عليه الرايت. والرايت تتذكرون قلنا هي اكتف لو تشتغل بالصفر بهاي البنات بالمايكرو بروسيسر، من كنا نشرح بذاك الفيديو. زين، مو قلنا هنا اكو دبليو ار وشارحه وار دي وشارحه؟ قلنا اذا اريد اقرا انطي هنا صفر اقرا، اذا اريد اكتب انطي هنا صفر واكتب، بس ما اقدر اقرا واكتب بنفس الوقت. لذلك انا يعني هاي بما انه هي ادخال، يعني عمليه كتابه هنا، انا بما انه هي عمليه اخراج، يعني انا اذا اقرا فراح اربط هنا شنو؟ الار دي، وهنا الانيبل مالتي. تمام، هذا الحكي مالتنا. ايش يقول؟ يقول على مود اتجنب انه دائما عندي بيانات موجوده، راح اربط تري ستيت بفر. لذلك احنا بدايه المحاضره شرحنا التري ستيت بفر قبل ما ندخل بالمحاضره. زين، هاي ديتا انبوت، ديتا اوتبوت، هنا ربطت الرايت، وهنا ربطت الريد، وهذا الانيبل. هذا كم بت يطلع لي؟ يطلع لي بت واحد، يعني هنا يجيني صفر او واحد، فهنا راح يطلع لي اما صفر او واحد. زين، اذا ردت اربط اربع بتات، لازم اجيب شنو؟ اربع دي لاتش واربطهن. بس شو راح اربطهن؟ راح اربط الكنترول مال اربع الانبوت سويه والكنترول مال اربع الاوتبوت سويه، فيصير الناتج مثل هذا الشكل. تشوفون هذا طلع لي اربع بت. هاي ترى ذاكره اني دا اصمم. ليش؟ لان اللاتش اني حتى لو قطعت الانبوت راح تظل بداخله مخزونه اخر قيمه. فباعوا هذا انبوت 0، هذا انبوت 1،
هذا انبوت 2، هذا انبوت 3، اذا كم بت؟ 4 بت. هذا اوتبوت 0، اوتبوت 1، اوتبوت 2، اوتبوت 3. اذا هذا دا يدخل، دا ادخل 4 بتات ودا اطلع 4 بتات. شلون اسيطر عليها؟ هاي وينها؟ الانبوت مال اربعتهن ربطتهن نفس الكنترول. هو شنو هذا الكنترول؟ اللي هو الرايت كتابه. والاوتبوت مال هذا اربعتهن ربط نفس الاوتبوت اللي هو شنو؟ انا مثلا ايش راح اسوي؟ افرض هنا انا عندي 1 0 1 1، هذا انا مودي يشتغل لازم انطيه صفر. من انطيه صفر؟ الصفر راح يجي منه راح يفعل لي هذا ويفعل لي هذا ويفعل لي هذا ويفعل لي هذا. ليش؟ لان هذا اكتف لو لتري ستيت بفر. اذا ما انطي صفر هذا ما راح يتفعل. قول والله اعطيت صفر تفعل دخلا هذين، هنا ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 1 0 1 1، بس ما راح احصلهم بالاوتبوت، ما راح احصلهم بالاوتبوت الا هذني الاربعه يصيرن اكتف. شلون يصيرن اكتف؟ لازم اقرا انطي ريد انطي صفر فراح اقرا. زين هسه لهنا تمام. هسه انا حصلت 4 بت، اريد احصل 16 بت، لازم اسوي من هذني 16 واحد. زين شلون اربط ذني 16 واحد؟ راح تطير عملية الربط كالآتي. تشوفون الموضوع شو بدا يتعقد؟ هو ما تعقد، انا بديت بديلاتش وحدة طلعت لي بيت واحد، بعدين هاي الوحدة سويتها 4، هسه الأربعة سويتها 16. زين هاي شلون 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 بدنا 16؟ سهل عملها كلش سهل. طلعوا وياي هذني الأربعة اربطهن، يعني باعوا ذني الأربعة مو بيهن انبوت، باعوا هذا الريد مالتهن وهذني الأربعة هذا الريد مالتهن. هن ذني ريد، هاي تشوفون هذا الريد، هذا الريد جاي على ذني الأربعة تري استيت بفر. كلهن اكتف لو، يعني انطيت صفر انطيت صفر راح يشتغل هذا. زين راح يشتغل هذا راح يشتغل هذا راح يشتغل هذا هيش. هنا انطيت صفر راح افعل هذن. زين هنا بيدخل عندي بيانات، دا تطلع من عندي هنا بيانات، هنا دا تدخل بيانات تطلع بيانات تدخل بيانات تطلع بيانات. فهنا شوفوا اريد اطلع البيانات مال هذا، هذا شيء صحوله دي صفر دي واحد دي اثنين دي ثلاثة. الدي صفر هو هذني الاربع بتات، يعني اذا صار اكتف ذني الاربعة طلع. الدي واحد اذا صار اكتف ذني طلع، الدي اثنين اذا هذا صار اكتف ذني طلع، والدي ثلاثة ذني صار اكتف ذني طلع. زين هسه لهنا حكي كلش حلو وحصلت كميات اكثر ريجستر اكثر وهكذا. هذني اذا اريد ابسطهن اكثر مو تفتهم، هذني الاربعه اعتبرها الريجستر، هيك راح ارسمهن. خلي اسميه مثلا ميموري ريجستر زيرو، ميموري ريجستر زيرو، وهذني الأربعة وذني الأربعة وذني الأربعة هيج. هذا ميموري ريجستر واحد، ميموري ريجستر اثنين، ميموري ريجستر ثلاثة. زين هذني الأربعة مربوطات بإنيبل واحد، وذني الأربعة مربوطات بإنيبل واحد وهكذا. أنا خلنا نقول إنيبل زيرو، هنا إنيبل واحد، هنا انيبل اثنين، هنا انيبل ثلاثة. اشتغل هذا الانيبل اشتغل هذا، اشتغل هذا الانيبل اشتغل هذا وهكذا. زين
كل واحد من ذني الأربعة قد عدد الانبوت مالته 4 لاينات، والقد عدد الاوتبوت مالته هم 4 لاينات. فهنا هاي الانبوت يدخل عن 4، هي انبوت 4، هذا ان الانبوت يروح على كلهن 4. وش ده يطلع لي؟ ده يطلع لي 4. الاوتبوت همين ده يطلع لي 4. هذا الانبوت ايش مربوط به؟ اشاره الرايت، لان انا دا اكتب. وهنا ايش موجود؟ موجود الريد، لان انا هنا دا اقرا بالاوتبوت. زين، خلي نقول جبت بيانات، هنا جبت بيانات 1 0 0 1. زين، يعني اذني الانيبلات كلهم طافيات، ولا واحد دا يشتغل، ما عندي اوتبوت. يا انيبل تريد تشغل هذا الانيبل، حلو، اذا ذني راح يجي وين؟ هنا. هذا شغلت يجي هنا، هذا شغلت. زين، هسه هنا شغلت الاوتبوت، هذني اللي هنا راح يطلع هنا، وهكذا. هنا ايش دا يقول؟ دا يقول يابا اذا هاي العمليه نريد نسويها كبلوك على مود نسهل، بس نشوف ايش دا يصير. هاي تشوفون هيك راح يصير، هذا الانبوت، هذا الاوتبوت، وهذا الميموري ريجستر، وهذا الانيبلات. زين، هذا اقدر يعني اقدر اسوي منه بعد، اقدر يعني شنو؟ زين، هذني الاربعه مو دا يشتغل منهن بس واحد. ليش؟ لان ليش بس واحد؟ ما اقدر اشغل اكثر من واحد، لان هن كل واحد من هذني الريجسترات الانبوت مالته 4 والاوتبوت مالته 4، فانا ما اقدر اشغل، يعني ما عندي لاينات اكثر. زين، بما انه هذني الاربعه ليش خلنا نرسمهن، بدا يشتغل واحد منهم، فدي خلي اربطهم ديكودر او باثنين، يعني 2 في 4. هذا ايش دي يصير؟ من انطي 0 0 راح يشتغل خالص، من انطي 0 1 راح يشتغل هذا، من انطي 1 0 راح يشتغل هذا، ومن انطي 1 1 راح يشتغل هذا. تمام؟ فهاي اقدر شلون اختصرها؟ هذا اسويه هيجي بلوك واحد. خلينا نشوفه هنا يمكن راسمه، هاي تشوفوه باعوا هذا وين. اجيب بلوك ادخل منه 4 هذني انبوت، اطلع من عنده 4 هذني اوتبوت، وادخل من عنده 2 هذني مال الديكودر. بس هو بداخله ايش يصير؟ دا يصير هيج، هذني الاثنين رايحات على الديكودر اللي هو هذا الادرس ديكودر. هذا الديكودر دا يفعل واحد من هذن، اللي يتفعل اكو بالانبوت يطلع لي بالاوتبوت. تمام؟ زين، اني اقدر ادخل واطلع بنفس الوقت؟ لا طبعا، لو انبوت لو اوتبوت. ايش قالوا؟ قالوا الانبوت 4 والاوتبوت 4، ليش ما نربطهم سويه؟ هو انا اذا عندي انبوت راح استخدمهن انبوت، واذا عندي اوتبوت راح استخدمهن اوتبوت. صارت هيك، شلون هذا الشكل؟ هذا الشكل بالنهايه صار هيك. زين، خلينا نجي هنا نرسمه عمود، اشرح لنا كم شغله عليه. صار هيج، لاينين يدخلون اللي هي A1 A0، وهنا عندي ريد والرايت. وهنا عندي 4، اما هذا اني اما دخول او خروج، يعني يرهم الاثنين باي دايركشنال، من الدي 0 للدي 3. هاي بالنهايه صفه بس هيك. هاي الخبصه ولا هذا من اجي افسخه؟ لا، ما راح القاه هيك، راح القاه عباره عن شنو؟ راح القى نادي كودر، وهذا الديكودر طالع منه 4، يروح وين؟ على 4 ريجسترات، وهذني الاربع لاينات طابات هنا وطابات هنا،
فهذا الرايت مربوط ويا الانبوت، وهذا الريد مربوط ويا الاوتبوت. بس انت ظاهريا، شوف ظاهريا ظاهريا هو هيج بداخله، لا بداخله هو هيج زين. وهاي منين جايه؟ هاي لازم نبدي نرجع. مثلا هاي الميموري ريجستر جايات من هيج، هذا جاي من هذا القبله، هذا القبله جاي من هذا، هذا جاي من هذا بالاربعه، هذا بالاربعه جاي من هذا بالواحد. احنا ليش بديناها بالسره؟ هاي لازم بالسره زين. هسه عندنا فد مصطلح يصيحوا له تشيب سيلكت، ويعني احنا ذكرناه سابقا هم التشيب سيلكت، بس نريد نعرف هو هذا التشيب سيلكت هذا شنو معناه. بعد تشيب سيلكت يختار الميموري الذاكره بيها تشيب سيلكت، الذاكره ايش بيها؟ بيها تشيب سيلكت. هذا تشيب سيلكت اكتف يعني هاي الميموري اكتف، تشيب سيلكت مو اكتف يعني هاي الميموري مو اكتف زين. انا خلينا نفرض انا عندي اكثر من ميموري، رام روم ما ادري شنو، هذا احب اشكالات ترتيبات، هاي كلهم بيهن تشيب سيلكت. هي من ذني تريدها تصير اكتف لازم هذا التشيب سيلكت مالتها افعله، تمام. فالادرس مال التشيب سيلكت هذا هسه راح نجي نعرف شنو هو. على مود اولد الادرس مال التشيب سيلكت راح احتاج استخدم في الديكودر. انباع بيقول على هذا اكزامبل 4 في 4 ميموري تشيب، 4 في 4 ميموري تشيب. خلينا نجي نفتهم هذا شنو هذا ال 4 في 4 ميموري تشيب. يعني شوفوا هذا ميموري تشيب وحده، اجيب من هذا 4 زين. احنا بس دقيقه، هذا بداخله اكو كم ريجستر؟ هذني وينهن؟ 4. كل ريجستر ايش قد ينطيني؟ ينطيني 4. فاحنا قلنا 4 ب 4 ب 4 ب 4 16، يعني البلوك الواحد من هذا ايش قد ينطيني؟ ده ينطيني 16 زين. اذا جبت 4 بلوكات من هذا يعني ده يصير 16 16 16 16، تمام. يعني ايش ده يصير؟ هسه هو ايش ده يقول؟ ده يقول اكزامبل 4 في 4 ميموري تشيب، تمام. 4 في 4 ميموري تشيب هذا وين؟ هذا ميموري تشيب اللي هو قلنا بيريد ورايت و 2 انبوت اي 0 اي 1، هذني الانيبل اللي فعل اللي فعل لي 4 ريجسترات. اللي يقول ده يقول يابا لازم اخلي هنا تشيب سيلكت، هذا وين التشيب سيلكت؟ تشيب سيلكت هم يعني اكتف لو بالصفر يشتغل زين. يقول اجيب هنا ديكودر، يا ميموري اريدها اكتف هاي اشغل هذا الشيب سيلكت، يا ميموري اريد اكتف هذا اشغل هذا الشيب سيلكت، او هذا الشيب سيلكت او هذا الشيب سيلكت. وهذني الاثنين قلنا هم مربوطات بديكودر، هذني يختار اللي يا موقع من ذني الاربعه اللي بالداخل. ها اذا هاي اللي احنا قلناها ببدايه المحاضره، شلون توصل للكليه، وبالكليه اكو مثلا 4 اقسام، على اي قسم تريد تروح؟ اي هاي نفس الشيء. هاي خلينا نقول كليه 1، هاي كليه 2، هاي كليه 3. بهاي الكليه اكو 4 اقسام، وبهاي الكليه اكو 4 اقسام، وباقي الكليه ماكو 4 اقسام. انا على مود اوصل للوحده من هاي الكليات اكو تشيب سيلكت، هذا وين التشيب سيلكت؟ هذا وهذا وهذا وهذا، هذني الاربعه هاي تشيب سيلكت. قول اختاريت هذا الاول، بداخل هذا الاول اكو 4 اقسام، على اي قسم راح اروح؟ من اللي يطلعهن؟ يطلعهن هذا اللي هو، خل بس ارجع اذكركم به، اللي هو هذا الديكودر، هذا بالداخل اللي وهذا مال اي 0 اي 1، هو اللي يختار لي واحده من ذني الاربعه، تمام. فهاي وينها؟ لذلك اول صفحه بالمحاضره، خلينا نرجع لها، اول صفحه وينها؟ هاي وينها؟ قلنا اختار، وينها باع؟ قلنا اختار
الرايت ميموري تشيب. يا ميموري تشيب راح اختار مال واحد مال اثنين مال ثلاثة مال اربعة. اقول اختار يتن. يا موقع من هذني انا ايش ما ادري ان كم موقع بيها. وبعدين من اوصل للموقع راح ادخل على البيانات. تمام، هي هاي الفكرة مالتها، هاي الفكرة مالتها. زين، شلون اصمم 1 كيلو 1 كيلو دايجرام؟ طبعا هاي هيك يجيك بالامتحان، اقول لك صمم لي هيئة ذاكرة. انت تيجي تسوي لي ترسم لي رسم كامل، يعني ترسم لي مايكرو بروسيسور وترسم لي ميموري وتطلع لي الادرس وتطلع لي الداتا بس، يعني تسوي لي مخطط. شلون هذا المخطط؟ بالضبط هيك. تمام، شلون هذا المخطط؟ بعد هذا مايكرو بروسيسور بي اي الاشاره الريد والرايت والانبوت اوتبوت ميموري. طبعا الانبوت اوتبوت ميموري ترتبط ويا الريد وترتبط بالرايت، تصير ام اي ام ار وام اي ام دبليو. هذني وين يروحن؟ يروحن للميموري، وحده للريد وحده للرايت. خلصنا منها. البيانات احنا نعرفها بال 885 هي 8، هاي وينها؟ من الدي 0 للدي 8. انا ايش قدر اصمم؟ اريد اصمم 1 كيلو. 1 كيلو معناته ايش قد؟ 2 اس 10. يعني ايش قد؟ يعني من الصفر لل 9. اجيب الادرس، احنا الادرس مالتي، الادرس مالتي مو من الاي نوت للاي 15، يعني من الصفر للتسعة هذني وين راح يروحن؟ 1 كيلو. هاي هنا راح تدخل من الصفر للتسعة 1 كيلو، والباقيات اللي هن من العشرة للخمستاش هذني راح يصيرن بسلكت. هاي هي الميموري اورجنايزيشن مالتنا. زين، عمود انفذ اعاز معين. الاعاز وين موجود؟ انا راح نذكرها بالتفصيل المحاضرة الجاية. هاي آخر سلايدين اللي هو هذا السلايد والبعده، يعني المحاضرة الجاية راح نطلع عليه، بس هي شي مقدمة. إعازات البرامج وين موجودة؟ موجودة بالميموري يونت أو المين ميموري، وهنا أنا المايكرو بروسيسر. المايكرو بروسيسر أول شي شي يسوي fetch the operation code، يعني يجيب الإعاز، جابه منا لهنا. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح يفسر الإعاز، يفك الشفرة مالت. هذا الإعاز شنو؟ جمع، طرح، تقسيم، سوي لي فلان شيء، شو ما أدرينا يعني هذا الإعاز شنو. إذا الخطوة الأولى جابه، الخطوة الثانية فسره، الخطوة الثالثة من فسره مو راح يحتاج بيه بيانات، راح يحتاج بيه بيانات. جزء راح يقول له اجمع لي فلان شيء ويا فلان شيء. منين يجيب هاي البيانات؟ راح يجلب البيانات. الخطوة الرابعة راح ينفذ العملية المطلوبة ورا ما يجيب البيانات. الخطوة الخامسة راح يخزن. هسه عندنا فتشي يصيحوا له instruction cycle. هذا instruction cycle هو الوقت اللي يحتاجه على مود انفذ إعاز واحد. طبعا instruction cycle يتكون من عدة machine cycle، والmachine cycle تتكون من عدة تيستيات. machine cycle واحدة المفروض تتكون من يعني 7 تيستيات 6 تيستيات، يعني حسب. ايضا راح نوضحها بالمحاضره الجايه. هذا التيبل تحفظوه على الغيب، على الغيب، لان هواي راح نحتاجه. بس اكو شغلات يعني ما واضحه، او يعني بس هاي هنا ار دبليو ار يعني ريد، وهنا اي ان EA يعني interrupt acknowledge. هاي شوية يعني من بينهم واضحة، فلازم نسويها، هاي عدلوها. هذا الحكي اللي دنقوله كله هي هذا موجود بالمحاضرة. تمام، آخر صفحة بالمحاضرة أوضح لكم إياها إن شاء الله المحاضرة الجاية، لأن مرتبطة بيها. هنا إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من هاي المحاضرة اللي هي عنوانها الـ 885 Memory Organization. اي طالب عنده سؤال يقدر يتفضل يسألني على التليجرام او يدز لي ايميل، وان شاء الله تجاوب بالسرعة الممكنة. تحياتي لكم.